مرحبا بك استاذ مصطفى. اهلا بك. اهلا وسهلا بك. جدا على الله يخليك. شكرا جزيلا على الاطراء الجميل هذا. تسلم. وانا يشرفني ان اكون ضيف يعني في حطه وعد اللي هي طبعا لها جمهور عريض ومحبينها يعني على مستوى ليبيا كلها. يعني أستاذ مصطفى طبعا يشرفني أنك أنت تكون الظهور بعد فترة أو غيبة طويلة على الشاشة الليبية وتكون معنا في برنامج ليالينا. إن شاء الله. طبعا هي الظروف تحكم طبعا وإن شاء الله توه مع وعد إن شاء الله نلتقي ببرنامج جميل ونكون في سهرة رائعة مع بعض. يا رب. كنت نتمنىك تكون ضيف عزيز وغالي معايا هنا في الاستوديو، ولكن بحكم الأزمة اللي يمر بها العالم حاليا فيروس كورونا فاضطرينا ان احنا ناخذوك معنا سكايب، ولكن انت دائما منورنا. الله يبارك فيك. هتواتي ان شاء الله هتنزوح هذه الغمة وان شاء الله نلتقي ان شاء الله. يلا نمشي نبدو حلقتنا في برنامج ليالينا ومع المخضرم مصطفى طالب.